حياكم الله أيها السادة والإخوة الكرام، مود أمونج أس ولكن تيك توك اللي قاعدين تشوفونه قدامكم حاجة بنيناها من الصفر. والله يا أخواننا يمكن فوق أسبوعين من هذا اللي متأخر، معلوب تجرطني والله العظيم يا معلوب. انجلسة كدني بابون في سوالي. حسنت غسينا خلكي معاقبة، اطلع فوق شويتين. المود تعبنا يا جماعة بشكل مش طبيعي، لكن والله تستاهلون، وأنا متأكد إن كلنا بنمص في المود هذا. ركان ست جوك، جوك ستة اليوم، إذا ما تفلتت هذه مصيبة. طيب عند الأمبوستر والمواطن مهام وخصائص، وشي تعالوا معي يا جماعة نشوف. تفضلوا معي، تفضلوا. الآن أنا أمبوستر، عيالهم مواطنين. لو تلاحظون المنطقة كاملة والماب متغير، في أشياء كثيرة متغيرة، نقدر نسوي مهام. شوفوا ركان، ابعد ابعد الصحيح. لو تلاحظون كل واحد عنده لايكات، اذا وصلت لايكاتك العدد هذا تفعل عندك القدرات. يعني انا لايكاتي الان 150، اذا رقصت لايكاتي تزيد زي التيك توك. شفت التيك توك؟ اذا نزلوها يزيد لايكاتهم. شوفوا لايكاتي قاعد تزيد. لو تلاحظون انا يا جماعه انا جالس ارقص وجمعت العدد لايكات 2850، وقاعد تتفعل عندي هنا اشياء. شو تسوي احمد هذه الاشياء؟ هذه خصائص بنكتبها مع بعض. خلينا نجرب الخصيه. مثلا الان انا امبوستر معي 3450 لايك، اروح اسوي عند مثلا صهيب اسوي له سيلفي، اضغط كذا شوف ايش صار فيهم. كلهم تجمدوا ايوه يجمدك بمكانك لمده 5 ثواني كانك ماخذ سيلفي. فهمتوا الفكره؟ ونفس الحكايه مع الاشياء الباقيه. تعال تعال صهيب، خذ مبروك اللايكات. وش دي اللايكات؟ وش دي اللايكات؟ قاعد ازيد لايكات. يا ساتر. عند الخاصية اللي اسمها رانينج مان تخليك اسرع، شوف كيف تخليك تمشي مره بسرعه. والمواطن عنده نفس الخاصية هذه وتقدر تذبح. كيف تذبح يا احمد؟ كيف 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 اوري علامه البطاريه يا جماعه. اذا سويت مثلا عند ابو هزاع علامه البطاريه هذه يصير شاحنه واحد يمشي بشوي شوي بشوي شوي. يا الله من فضلك بعدين يموت اذا ما جمع لايكات. والخاصية الاخيره يا جماعه اللي هي الهاك، اضغط كذا مثلا اختار صهيب وبوم صهيب يقعد يرقص رقصه الموت، ينحرق ثم يوتع. والله جامدة يا عيال، والله جامدة جامدة جامدة. أتمنى منك يا عزيزي المشاهد ما تهرمنا بضغطك على اللايك، أدري قاعد تطلعني لأنا فضلت لايك عشانك تحمسنا والله على تعبنا. ونقول بسم الله وندخل على مقطعنا. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام. أول جيم أمونج أس مود التيك توك، معانا كروميت حقي وعارفه زين. بسم الله الرحمن، بسم الله توكل. بوستر بوستر. أوكي العموم معاه جواله يا عيال، لازم الان مع المهام نجمع لايكات. اللايكات هي اللي بتخليني تتفعل الخصائص اللي عندي اللي اقدر اطرح فيها الامبوستر. انا ما اقدر اذبح لكن اقدر اطرح الامبوستر. خلنا خلينا نرقص على السريع. اعطونا ترند التيك توك يا اخوان. اشتغل وانا اشتغل رقاصه اولاد كل امي عايش. الوجه وعلى غلط خسره جلطة مرسوم بالوجه. أيوة يا طعمة من داري يا حلوة يا بودي بودي محرق. جمع لايكات مدير، جمع جمع لايكات. ركان جوك ستة يا ركان، جوك ستة يا ركان. ايوه ممكن تربط لي كوتشي بس معلش انا اسفه. ليه ما فيكيش ايد؟ وش تسوي ذي يا عيال؟ خليني اضغطها. استنسخت مني واحد. اوكي هذه استنساخ لمده 10 ثواني اكون هنا لكن اقدر اتحرك. شوفوا اختفى لاعبي من هنا، طلعوا اقدر اشوفهم ما يدرون عني. نايس عشان اذا ذبح اقدر اشوف القاتل. شوفوا الحين برجع طبيعي. اوكي نروح المدبي، المدبي يقولون فيها بارت هناك، يقولون فيها رقص وشغل. ها ضاع الشباب. هنا في لايكات، اللايكات اللي بدل هذه تجيب لايكات. رامي هنا، رامي مع 3000 لايك معرق رامي. اوه العموم هنا راكان شغال رقص يا عيال. بالله عليكم كيف تسمي الماب؟ طالعوا هنا اس 6 بي صهيب. والله يا جماعه نتعب على المودات مره، بس قسما بالله عشان المحتوى، فعشان تعرفون حطيت لايك شكرا لك. ابوصل 5000 لايك ما ادري ليش، بس يلا يا جماعه المقطع بعنوان اللايك.
شرف ماين يغزر بي احنا اللي يعشقنا نموت عليه اتوقع معي 4000 لايك كويس 4000 لايك 4500 لايك كويس 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 رايد ومش واحد 250 لايك طفران يا طفران جمع 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 لايكات شاي مرتحت ابو شاي معرك حتى هنا 4500 حتى هنا اسمنا فورتنايت عيال اسمنا تلتل خليني بذبح معلوم احترق يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر وزن فندي وزن فندي شفتوا احترق تحول رماد نايس 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 في واحد ثبت ايجل واحد ثبت ايجل في واحد ثبت طيب عندنا البطاريه يا هذه اللي اذا انا شاكك احد افعل عنده البطاريه واقلل واخليه يعني ميت خليه خليني بطفي البطاريه ثاني طفيت يا يا الوصف والله هو بيطفى 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 الحين خلاص يجي يمشي بشوي شوي لازم يشحنها مرة ثانية وحرش بصراحة اوكي رامي رامي خذ هكرتها هكرت البني ما ادري مين البني يا عيال صار اني هكرتها يا عيال ابو هزاع يا اخي في واحد مات ابو هزاع لا طفاني يا عيال ابو هزاع بوستر السلام عليكم انا مسوي اجتماع عليكم انا مسوي اجتماع اوكي جثتين تمام طيب ابى اقول لكم اللي شفته بس اسمعوا اللي شفته انا بس اسمعوا تمام كنت قاعد امشي مع رايد طفيت شاحن رايد خليته رايد شاحنه واحد اوكي اوكي بمشوا انا مو قاتل حتى الموطر يسويها شكيت فيك شوي صدق قدمت انا رايد قدام لقينا ابو هزاع واقف تحت جثه محترقه واحد توه محروق حرقه 100% ممتاز رحت ابغى اسوي ريبورت قامت جاني ابو هزاع خلى شاحني واحد بطاني مره خلاني ما اسوى شيء جيت اضرب اجتماع لقيت جثتين جثه ايجل وجثه معلو ابو هزاع برر ليش ما مت لانك ذابح واحد ثاني انا بطل نعم انا 100% انا اللي مبطئك 200% ليه بطلت ليش مت ليش تبطا هذا السؤال ابطئ كذا ابي اضحك عليك واشوف ردة فعلك تكلم صهيب لكن الكلام ثواني الكلام الان شوفوا يا جماعة إذا سعد على كلام شونك إنه شونك تبطأ من سعد إيه؟ وما مات معناته سعد بريء المواطن إذا شكراً أحمد أوكي يعني بطاني ولا ذبحني يعني المواطن إذا بطأ واحد وخلى بطاريته واحد وما ذبحه معناته صادق لكن الامبوستر إذا بطأ واحد يموت أحمد أعلمك السيناريو أبعلمك السيناريو أوكي بهزاع أنا جيت الجثة اللي تحت رقيت فوق الجثة اللي فوق لقيت إيجل يرقص فجأة احترق وراح نزلت أنا على إني بصوت إلا أنت قدامي مبطأ رايد أنا شفت رايد تبطأ وأنت تمشي وراه قلت إذا مات رايد معناه أحمد أوكي عند المواطن بهزاع أفهمني أبو شايع بعدها أنا عشان أكسبك معي في صفي رحت بطأتك أبي أثبت لك الحمد لله أوه. أنا وأنت أصفق لك والله أصفق لك أبو هزاع أصفق لك معناته يا عيال لا لا صهيب ايش رايد اصبر أوكي فهمت الآن إذا بطأ الشخص واحد وما مات هذا مواطن إذا بطأه ومات هذا قاتل وما عايش 7100 لايك الحمد لله الله يجعل المقطع إن شاء الله نفسه روح أعطاني سيلفي يجمد بس صح أوكي رايد قاعد يجمع لايكات أبو هزاع مواطن رايد ما أدري عنه رايد متبطئ رايد واحد بطئ مين رايد تبطئ مرة ثانية وما مات ريدكس قاعد يرقص الله لا يوفق واحد انا كل ما قابل واحد لا يسحب بطاريتي موت ولا بعيش موت ولا بعيش يا رب ما يموت والله مات شو يعني يعني مين هذا البنك رايد يعني كان ولا بحرق واحد ثاني رامي حرقت يوه والله شغال فيهم يا عيال والله يوه رقع بهكر مين بهكر ابو هزاع اسمان دين لا شبابي
لايكاتي قلت يا عيال. ليش ليش لايكاتي قلت؟ ركض ايش بسوي؟ لايكاتي قلت لاني كل شوي اختفي. ركان اختفى. هي ركان اختفى من عندي يا عيال. ركان اختفى من عندي. ركان اختفى. someone is going viral. وش يعني ذي؟ ركان رجع لي مع 400 لايك. الاختفاء ب2000. ركان كان معاه 3000. ما يمدي يذبح صح؟ 5000 طبعاً. 5000 ازيد كم انا؟ يا رب ما موت. يا رب ما موت. يا رب ما موت. يا رب ما موت. يا عيال. هلا احمد. صهيب مات. صهيب مات صح يا عيال؟ يا عيال يا عيال في كلمة انقالت يا عيال. في كلمة انقالت يا عيال. الآن تبون ننهي الجيم هذا؟ أبغى الجميع الآن. أبغى الجميع الآن يروح الميد باي يرقص. أوكي الجميع بدون استثناء كل واحد يمسك زاوية يرقص فيها. تمام؟ وبقول لكم وش اللي ببالي. تمام؟ في حاجة صارت. صهيب قال وإحنا قاعدين نشرح الطور إن الإمبوستر رايكات تزيد أسرع من المواطن. أبى أروح الآن مع العيال كلهم هذولي بنرقص. أبى أشوف اللايكات هل هي صدق تزيد بسرعة أو لا. نشوف. 150 كم قاعد يرقص؟ كم قاعد يرقص؟ أوكي 150 أنا هذا يزيد 150 هذا يزيد 150 وأنا أزيد 150 ركان اختفى. طيب عيال صلوا على محمد. اسمحوا لي اسوي اسمحوا لي احاول احاول بس احاول اللي بسويها الان يا اما انه بيكون لقطه الموسم يا انها بتروح التيك توك اللقطه. حلو يوم رحنا المدبي يا جماعه الخير كلنا رقصنا مع دراكان. بدايه الجيم شرحنا شرح كالاتي. قلنا ان النقاط واللايكات تزيد عن طريق الرقص والامبوستر لايكات تزيد اسرع مننا لانه هو امبوستر. كلنا رقصنا مع دراكان. زياده سعد وزياده ريدكس وزياده بودي وزيادتي كانت 150 لكل ثانيتين. 150 لكل ثانيتين. 150 لكل ثانيتين. ويوم جينا قبل شوي نرقص كلنا رقصنا مع دراكان كتاكي بالزاويه اللي يدري اللي بطرحه. طلعوه يا عيال وبعدها طلعوني. تكفون يا عيال. تكفون يا عيال. يا رب يا والله انا قلعني. صوت ركان يا قلعني. صوت ركان احمد. من يوم ما قلت على المدبي والله اني شاكن في النقاط والله. دقيقه يا رب يا رب يا رب. مستحيل ركان. يا يا ساتر. ممتازه ممتازه ممتازه. هذه ممتازه. المدبي نجمع لايكات على السريع على السريع. لايكات تدفع عندي خسار. اعطاني سلفي بودي. بودي وقفني ليش يا البودي؟ اوكي طيب جمعت 2500 نقطه. انا بروح الزاويه الان بقفل البيبان وبطفي الكهرب وبروح الزاويه هذه وبنزل لايكاتي لي انا بس. طيب معاي 4100 لايك. بسوي حركه يا عيال. بجمع العيال كلهم عند اين؟ عند الرياكتر. اوكي ثم بقفل البيبان واذا صرنا جنب بعض بفعل البطاريه هذه عند واحد منهم وما بدري مع الزحمه مين اللي فعل البطاريه وبيحسب انه طبيعي لكن بينحرق وبيموت. لا والله ما تفعلين هنا. فعل البطاريه. فعلت البطاريه عند راكان. شوف نفسي مجنون. طلعت من عنده. اوكي بقول رامي وردكس كانوا عنده تمام اذا مات. اوكي طلعت بطاريه راكان. راكان بيموت. راكان بيموت. السلام عليكم. انا مسوي الاجتماع يا جماعه. وعليكم السلام. تفضل. تفضل. راكان مات وموته مي بموته طبيعيه. ليش؟ انا بقول لكم. اول شيء صار الرياكتر اشتغل. يوم اشتغل الرياكتر يا جماعه الخير رحنا صلحنا تقريبا كلنا كنا بذيك المنطقه. بعدها توزعنا. يوم توزعنا راكان راح الميد باي وكان معاه اثنين اللي هم رامي وايضا ريدكس. معناته ان في المنطقه هذيك اللي كان يوم رامي وريدكس موجود واحد من رامي وريدكس خلى راكان شحنه واحد وطفى بطاريته ومات على طول. فرامي وريدكس واحد منكم القاتل. قاعد اقول لك انا اللي حطيت راكان بطاريته واحد عند الرياض. لحظه يمكن انه مختفي يا عيال القاتل وقل بطاريته. يعني انا مجمع 9000 الحين يا عيال. الان هم صدموا ببعض بس نسيت ان بودي موجود.
لا بودي ما اخلي يا عيال، بودي ما اخلي، بودي معاه 4250 لايك يا عيال. بودي اقسم بالله الوحيد اللي ما اتمنى، اللي تابع امونج من زمان يعرف بودي كيف كان ينشبي. فاتوقع ان جاء الوقت اللي نحرك فيه بودي يا جماعه. ابا اختفي ثم بهكر بودي يا عيال، بس ابا هكره اذا جنبه ناس كثار. يا عيال ردكس معاه 100,000، ردكس معاه 10,000 من الذين. طيب خلنا نختفي، خلنا نختفي. افتح الهاك على بودي، وقع بودي بالكامات، بودي بالكامات، بودي بالكامات صح؟ اي والله اني داري ان بودي بالكامات، والله اني داري. شاد امه ومعبك، ترك الكامات، ترك الكامات يا عيال، ترك الكامات. بودي اوكي، زبن زبن دز 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 دز. اختفي هنا اوكي، نفعل هذه بودي اوكي. القم 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 القم، تعبني وطفشني مره. يقل يقل بيشوفه، يقل بيشوفه، يقل بيشوفه، يقل بيشوفه. يا عيال رامي بطاني، يا عيال رامي بطاني، يا عيال رامي بطاني، اذا مت رامي بطاني، اذا مت رامي بطاني. ومرتين بطاني بعد مثلك، مرتين انا ما ارتحت الرامي. ما انا لقيت جثه عند السيم بالش اسمه، عند السيم بودي الادمن، طلع صوت لقيت احمد نازم من فوق تقول دخلنا بطل بعد يعمل مي. يعني خلعها، خلع السالفه. يا عاد دروش المشكله ان القاتل يقدر يختفي، يا اخي صعب نطلع، لازم نبرئ بعض عن طريق. ايه يقدر يختفي، ساعد اختفي قدامي وكتب عيوني واصدق معلومات. لا 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 ابو هزاع، انت مختفي، انت مختفي طول الوقت، كيف ما كيف ما شفتني؟ رامي مبطئني، معلوم بطئني بالكافيتيريا وشايفني صح معلوم؟ احمد كل جثتكم موجود فيها انت. ابو هزاع مو بلازم امشي جنبك ابو هزاع عشان تشوفني. لا تنسى ترى الامبوستر ذكي واحمد موجود عند المكانين. كيف قبل اقول شيء، قد انفرد هنا انا وابو شايع ولا سوى شيء؟ سعد انت اللي ما نشوفك. يلا شاتك العافية سعد، خلاص برد وجه سعد، برد وجه سعد. باي لايكات زيادة، أنا بجمع لايكات دي، هذه ما برقص جنبهم. إيه تأخذ لايك مني ها؟ بتأخذ لايك مني تخسر. أما أي لايك الآن 3000 لايك حلوة. بطأني إيجل، أوكي لازم أقول إني ضمنت إيجل لأنه بطأني، لازم أقول إني ضمنت إيجل لأنه في واحد مختفي عندي، في واحد مختفي عندي يا عيال، في واحد مختفي عندي يا عيال، في واحد مختفي عندي. أطفي الكهرب وأنا أوريكم فيهم. طيب أنا أوريكم. اوكي رامي بيموت. احمد هكرت واحد مدري من، هكرت ردكس، ردكس هكر رامي مات. اوكي اوكي اوكي، كم معي لايكات؟ معي لايكات، كم معي، كم معي لايكات؟ خذ رايد هذه، خذ رايد، رايد الله يوفقك بليز. اوكي ومعي لايكات، ومعي لايكات، ومعي لايكات. اتوقع اني طلعت، اتوقع اني طلعت، اتوقع اني طلعت. لازم لايكات احمد، لايكات سريع، لايكات سريع، لايكات سريع، لايكات سريع. بحطها ابو هزاع، افتح هذه لو اخرى هذه. وش ذا، وش ذا؟ بحطها بال هذا بالاحمر، حطيته بالاحمر. حركت رايد، حركت رايد. ظلمه يا ويلي ظلمه، يا ربي اني اخاف من الظلمه، اني اخاف من الظلمه. والله لا يوفقك، والله لا يوفقك. لا شلون في جثث يا عيال، الوضع يخوف. لا 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 في جثث. طيب انا عرفت مين الامبوستر يا عيال. مين الامبوستر؟ انا. يا ساتر، انا بصوت، انا بصوت وانا اتكلم مع الاول. يلا قول لا اله الا الله يا عيال، عند الالكتريك ممتاز. لا اله الا الله، انا اختفيت عند الالكتريك حلو، وما بقى الا ريدكس وشنق. شيء الا شنق جاء حرق ريدكس، وريدكس تبخر. انا اتجه مباشر على طيب 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 معلو معلو اللي طيب سعد، خلينا نشوف كلام سعد عليه. طيب بس ثانيه واحده، بس ثانيه واحده، الله يخليكم عشان بطل. اللي يحرق يبديه يحرق من اخر منطقه، لكن الكهرب او مو الكهرب عفوا البطاريه هي اللي من قريب. اللي يحرق اذا هو احترق، اذا ريدكس احترق معناته انه محروق من اخر الدنيا يا معلو، لا تصدم. لكن البطاريه هي اللي من قريب، اذا شفت ريدكس معاه بطاريه صوت علي، بس تصوت علي من الطريق انك بتخلي علي يصدمون. ما دخل ترى صحيح، اللي يحرق يحرق من بعيد صحيح. ها ارتحت يا معلو، ارتحت. الجثث اللي صارت في الجيم هذا هي ثلاثة تمام؟ جثة ريدكس، جثة رايد، وجثة برضو أتوقع رامي. ثلاث جثث أوكي؟ أوكي الوحيد اللي أشوفه ما يسوي مهام وكل شوي يرقص ونقاطه ولايكاته تقل اللي هو أبو هزاع. أبو هزاع شفتك ترقص قبل شوي في الكوميونيكيشن، وأيضا شفتك ترقص في البيت و 24 ساعة مختفي. أنا نقاطي تقل تبيع عشان أدور. لا 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 إيقل ومعلو كلهم من اثنين خفضوا بطاريتي، خفضوا بطاريتي جيمين ضامنهم واثق فيهم. انت الوحيد اللي ما اشوفك. هاي ابو هزاع. ايه اخلص احمد. طيب. داخل قدامي بنت الالكتريك قدامي الراوند هذا انا مختفي ولاحقه، لاحقه هذا يا عيال اللي قبل.
الراوند اللي قبل لكن ليه ما تتكلم؟ ليش تكلمت الان؟ ليش تتكلم الان؟ ليش تتكلم الان؟ لا اعطوني قبل شوي ما تكلمت لكن الان يوم باقي ثلاثه وتبي تكسب واحد بس تطلع عشان تفوز الان تبغى التهام؟ شوف انا قبل معلو انا قبل ما نشك باي احد لكن الان اشك بابو هزع معليش صوت على احمد صوت على احمد يلعن غباك يا معلو اقسم بالله يا معلو معلو بتجيب لي السكر صدقني يا معلو بتفوز صدقني بتفوز يا معلو اصبر ما اطير معلو ولا اطير سعد لو طيرت معلو وسعد ايجل بيقلب علي ابى اطير ايجل عشان اكسب معلو لان معلو سهل تغيره سعد هو اللي بنبرش عليه طول الوقت اوكي اوه قاعدين يكسبون بعض انطف الكهرب اصبر اوكي لازم اطير ايجل الان هذا وقت اطير ايجل فيه لازم اطير ايجل بسرعة لايكات سو لايك هزي مشاهد سو لايك هاك ايجل هكر ايجل ايجل تفتكينا منه الو اتأكد انا مسوي الاجتماع انا اللي مسوي الاجتماع اوكي ابتكلم انا خلوني اتكلم اعطوني حقي اتكلم يا عيال الراوند هذا ايجل مات ايجل انا اللي ضامنا الوحيد اللي انا اللي ضامنا ماني بحمار بذبح خويي اللي واقف معاي انا كذا عبيد اقدر انهي الجيم باني اذبح واحد واني لو انا الامبوستر اقدر اني اذبح واحد والثاني اوقف بطاريته وانهي ام الجيم طار اللي كان واثق فيني اللي هو ايجل وبقى انت عسى انه بيكسب صوتك وتصوت ضدي هو يبغى يستخدمك اداه الان انك تصوت ضدي فبعيد بس تبريرا التهامك اللي في الجيم اللي قبل الراوند اللي قبل انا لو باذبح ريدكس كان ذبحته هو جنبه انا من بعيد وهو بعيد كيف بقدر احرقه القاتل يقدر يحرق من اخر الماب لكن الشاحن من قريب فيرحم امك تخليها حجه تستخدمها ضدي انا وسعد مع بعض معلو بحد. معلو معلو تصير حمار معلو تكفى تصير حمار يلا يا معلو يا انا متاكد يا القهر يا معلو يا حمار متى صرت تفكر يا عبيد من متى والله كفو يا معلو قهرني معلو يا عيال قهرني الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع اتمنى استمتعتوا فيه ما عاد بقول لايك المقطع اتوقع بسويتوا لايك فيه شكرا لكم ما تنسون اسكس بي ورابط ملابس يا اخوان المتجر حق باور تحت تستخدموا اسكس بي ايضا فورتنايت السلام عليكم